السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو سوف نقوم بتجربة بطاقة الحارس مندي. هذا الحارس من حدث رمضان يا جماعة سوف نرى يعني أداءه في أرض الميدان في مجموعة من المباريات. أول شيء كما تلاحظون فقد اشتريته بأوفر 94، سوف نقوم بمنحه 4 نقاط مار كما تلاحظون، 91 في الارتماء، 92 في التمركز، 94 في الارتدادات، وكما تلاحظون 90 فقط في الإمساك. لذلك سوف نضيف له 3 في الارتماء و1 في حارس المرمى. ثم سوف نرى الطاقة الخاصة به يا جماعة، كما تلاحظون أصبحت طاقة أسطوري جدا يا أصدقاء. 116 في الارتماء، 117 في التمركز، 100 في الإمساك، 119 في الارتدادات. أتمنى فقط أن 100 في الإمساك لا تؤثر عليه لأنه غالبا يعني سوف يعني يتصدى للكرة ولن يمسك بها، بالتالي خلونا فقط نتأكد من مستوى هذا الحارس هل سوف يكون جيد أم لا يا جماعة. معنا أول مباراة يا أصدقاء، يا رب أن يكون الخصم أسطوري. معنا هذا الخصم يعني يا ليتني أمتلك مثل هذه الدفاع كروي في لجانبه كيليان، يا ساتر على مهاجمين يا جماعة. هذه تشكيلة المتواضعة أصدقاء، وخلونا نشوف ماذا سيفعل. الكرة معاه، الكرة مع كيليان يا لامبارد يا عالمي. لا يا كرويف، مستحيل الدفاع. والكرة مع كارفايو، الكرة مجددا مع بيتشيتي لكوبو، كوبو زامبروتا من يمر، مستحيل هذا كوبو عالمي. يلا 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 أعطونا الحلول يا لاعبين. الكرة مع فولار، أليسون. الكرة مجددا مع الخصم، الكرة إلى كيليان إلى كرويف وكارفايو، صعبة تمر. الكرة مع دي بروين إلى كرويف، يا عالمي يا كيم. لا أعلم لماذا كيم أصبح أسطوري معي والله، يعني بين ليلة وضحاها أصبح كيم يعني يعمل تدخلات دفاعية جيدة. الكرة مجددا، خلونا نهج كرة. الكرة إلى بيتيت، إلى كفارة، إلى فولار، أعيدها لكفارة. يلا يا كفارة، هذا هدفك يا عم. مستحيل، كيف تلعب الكرة يا أصدقاء؟ والله يعني درسناها الكرة. الكرة مع الخصم، ماذا سيفعل؟ كان يحاول العرض، يا مستحيل. ميندي واولى التصديات معي. الكره مع بيتيتي لخوليت، خوليت لفولار، يلا يا فولار. ما هذا يا اليسون. الكره مجددا مع فيني وزمبروتا، عرضيه وغريمالدو، عالمي انت يا عم. الكره مع غريمالدو الى كفاره، هل ستسجل؟ مستحيل كفاره مار، تسجيل يا اليسون واخر محاولة، ركنية يا كيم، شكرا لك يا عالمي. هذا الخصم بلع الثلاثة، واخر محاولة وكارفايو في التغطية، شكرا لك كرويف، يا ساتر على ميندي يا عالمي. اول مباراة اداؤه اسطوري. خلونا ننتقل للمباراة المولية اساطير، خلونا نشوف الخصم الذي سوف نواجهه يا جماعة ونرى اداؤه في ارض الميدان. يا ساتر على 98، بوشكاش وكيليان، يا ساتر، وإدرسون في حراسة المرمى، يا ربي فقط ان انتصر. الكرة مع مودريتش، قطع خوليت، ضربة جزاء. يلا خلونا نسجلها، ليست ضربة جزاء لكن خلونا فقط نسجلها. لا المدافع مودريتش اخيرا في اخر الطق. الكرة مع كيليان وزمبروطا، اعدها لخوليت. لا مستحيل، هذه خطيرة. كيليان ولوسيو، لاحظوا لوسيو يا جماعة، هذا كيليان شيء مرعب في الهجوم يا جماعة. الكرة مجددا مع بوشكاش لوين إلى كيليان وزمبروطا، يلا يا زمبروطا، شكرا يا زمبروطا. الكرة مع لوسيو، الكرة مجددا مع الخصم، مودريتش لوين إلى كيليان، والمدافع يقطع، يلا مرتدة بسرعة، يلا يا كفارة، لا العب الوانتو مع فولار، ها وفولار، يلا راح ننتظرك يا كفارة، روح يا كفارة. الكرة مع فولار إلى كفارة، سددها، مستحيل. هلا حظ ما فعل إدرسون، خرج من مرماه ولكن بلعنا يا جماعة. فريمبونغ لوين إلى ناكاتا وبوشكاش، يا ميندي يا عالمي. الكرة مع مودريتش، لا تتركوه يسدد. الكرة مع كارفايو، وضربة خطأ مع الخصم، هل قطع كوبو، يلا كوبو، مررها لفولار، يلا سدد، مستحيل. هكذا نستفيد من الأخطاء يا جماعة، وشكرا لك يا فولار. الكرة مع ناكاتا، تمرير عالمي، وكيليان لا يضيع يا جماعة. ونهاية المقابلة بالتعادل، خصم بأوفر 98، خلونا نكون سعيدين بالتعادل معي أصدقاء، وننتقل للمباراة الموالية يا جماعة. خلونا كذلك نتأكد من الخصم الذي سوف نواجهه يا أصدقاء. يا ساتر، خصم مجددا بأوفر 98 مع مبابي، مع رونالدو، يا ساتر والله ماذا سنفعل يا أصدقاء في هذه المباراة. لكن خلونا فقط نركز يا جماعة. الكرة مع كفارة إلى لامبارد، خلونا
فقط نعصبها لأنه يعني إذا لم تعصيها الكرة فسوف يعصب. يا شباب الكرة مع ريكاردو كارفايو إلى لامبارد، لامبارد لامبارد، خلونا نلعب تمريرات مضمونة، لامبارد إلى خوليت، خوليت خوليت، ضربة خطأ ضربة خطأ، خلونا نسجلها تكون الافتتاحية سريعة يا جماعة. يلا يلا يا خوليت، نعتمد عليك يا خوليت خوليت خوليت، يا ساتر عليك يا خوليت. الكرة مع زيدان، زيدان إلى ماتياس، ها هو بيتي تقطع يا جماعة، كوبو. الكرة مع لامبارد مجددا إلى فولار، يلا يكفارة يلا يكفارة، أنت بطيء جدا يكفارة. مر من بلانك، يلا مستحيل، كيف مر من بلانك يا جماعة، كفو كفو عليك يكفارة. الكرة مع الظاهرة، الظاهرة إلى كيليان، كيليان هذا كيم أصبح أسطوري معي يا جماعة. الكرة قطعة مجددا الخصم يا جماعة، زيدان زيدان، لا لو تركنا له المساحة، يلا يا زنبروطة زنبروطة وكيزا، زنبروطة وكيزا يا مين دي عالمي. الكرة مجددا مع الظاهرة، الظاهرة وكارفايو، كارفايو كارفايو، شكرا لك يا أسطوري. الكرة مع كوبو، يلا 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 يلزمنا نضيف الهدف الثالث، كوبو كوبو مر. الكرة مع لامبارد، لامبارد إلى وين، إلى زنبروطة، خلوه يتعلم كرة. الكرة مع زنبروطة، زنبروطة إلى خوليت، معك لامبارد معك لامبارد، أرتو أرتو أرتو، يا ساتر يا ساتر، الثلاثة الثلاثة بلع هذا الخصم يا جماعة. الكرة مع زيدان، زيدان هل هي المرتدة مع كيليان، هذا كيم والله يعني أصبح فقط أشاهد كيم يعني بطاقة كارفايو لم يعد يعمل ولا تدخل، لأن كيم قائم بكل الواجب الخاص به في الناحية الدفاعية أصدقاء. وننتقل للخصم الموالي كما تلاحظون مع بطاقة فاندرسار، يا ساتر على فاندرسار بأوفر 94، وكيليان ورونالدو يا ساتر، يعني تشكيلة أسطوري أسطوري أواجهها في هذا الفيديو يا جماعة. لكن خلونا نشوف كيف سوف تكون النتيجة يا جماعة. الكرة مع كفارة، كفارة كفارة، الوانتو مع فولار، روح يا كفارة روح يا كفارة، خذ لك يا كفارة، سددها 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 يا عالمي يا عالمي، هدف هدف يدرس يا أصدقاء. الكرة مع الخصم، رونالدو 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 رونالدو، لا تتركه يسدد، شكرا لك يا بيتيت. الكرة مع فولار، فولار إلى وين، إلى كوبو، كوبو كوبو، خلونا نبحث عن من سنمرر له، راح 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 كوبو، مستحيل، فان دايك عالمي عالمي في الدفاع. الكرة مع كوبو مجددا إلى فولار، إلى فولار، خلونا نبحث عن المساندة الهجومية، روح روح يا كوبو، سريع سريع جدا، لا 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 لا, لا مستحيل، فاندر سار برمصاد، فاندر سار في التدخلات، عالمي يا فاندر سار، شيء كبير يا فاندر سار. ما خلينا لا نسجل عليه، لا تسجل عليه، أعيد أعيد للخلف، خلونا نعيد مجددا للخلف، لماذا فعلت يا خولات، يعني أتمنى ألا أندم فقط على تضييع هذه الفرصة. الكرة مع بيتيت، بيتيت إلى فولار، يلا يا فولار يلا يا فولار يلا يا فولار، أين هذه الكرة يا فولار بالقدم الضعيفة يا جماعة. الكرة مع كيليان، كيليان وزنبروطة، كيليان هل ستمر، مستحيل تمر مع زنبروطة يا عم. الكرة مع الخصم مجددا، جورزينيو هل تبحث عن العرضية يا خصم، لا تعرض لا تعرض، ماذا يحدث كيليان، ومينجي المينجي مينجي، لماذا لا تمسك بالكرة، كانت سهلة جدا يا مينجي، والله بسبب مينجي تعادلنا في هذه المقابلة، كنا منتصرين فيها. لكن خلونا لا ننتقد مينجي فقط على هذه المباراة، خلونا ننتقل للمباراة الموالية ونرى الخصم الذي سوف نواجهه يا أصدقاء. الخصم بأوفر 95، يا ساتر، خلونا نوقف لحظة على هذه التشكيلة، لاحظوا يا أصدقاء كل شيء مطور، ماكس يا جماعة، إيزاك 30 تدريب، فان بيرسي 30 تدريب، فاندرسار 30 تدريب، يا ساتر على تشكيلة راعي، رعب 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 يا جماعة، ماذا سوف نفعل في مواجهة هذا الخصم، الله أعلم يا جماعة. لكن خلونا ندخل يا أصدقاء، يا رب فقط ألا تكون النتيجة كبيرة يا جماعة. الكرة مع فان بيرسي، لاحظوا لاحظوا مين راح يشد فان بيرسي ب30 تدريب، لاحظوا لاحظوا سرعته، فان بيرسي هرب، شد شد، مستحيل، ماذا تفعل يا فان بيرسي، الحمد لله انه لا يعرف يسدد الارتو. الكرة مجددا مع بارنر، بارنر بارنر، لاحظوا لاحظوا والله يعتمد على الاطراف ديك المطبعي، لاحظوا السرعة، هذا هو الاختلاف اذا كانت تشكيلتك ماكسي عالمي، لاحظوا لاحظوا كيف يمر، مستحيل ايقافهم يا جماعة، وكيم شكرا لك، لا اهدى لا لا. الكرة مجددا مع الخصم، غريزمان غريزمان وغريمالدو، من يمر، لاحظوا لاحظوا غريزمان، غريزمان الى بيرنر، بيرنر، صعب صعب انك توقف اللاعبين الخاصين به، لاحظ لاحظ ماذا يفعل في هذا الجانب. الكرة مجددا مع الخصم، الكرة الى فان بيرسي، فان بيرسي يا فينجي، شكرا لك يا عالمي، ركنية ركنية مجددا، ركنية، يلا يلا يا حارس، يلا اخرج، شكرا لك على هذا الخروج، يلا مرتد مرتد، روح روح يا فولار، معك معك كوبو معك كوبو، امررها كوبو، كوبو زنبروطة، ماذا يحدث، الله يا كوبو، شكرا لك يا كوبو، تقيل تقيل، مررها سددتها يا عالمي
عالمي عالمي عالمي، الهدف مرتد تسريع خطفة، لكن كيف مر كوب من زمبروطة وزمبروطة تلت تدريب شيء أسطوري، راحض زمبروطة اللي معي، زمبروطة عالمي عالمي يا جماعة. الحمد لله مع هذا الخصم يعني تعادلنا معه، كانت تشكيلته رعب رعب حرفيا يا جماعة. وننتقل للمباراة الموالية، سوف نرى من هو الخصم الذي سوف نواجهه، هذا واحد من بين الأصدقاء الذين ألعب معهم يا جماعة، سوف نرى كيف سوف تكون المباراة يا شباب. وخلونا نبدأها بالسرعة يا شباب، الكرة مع فيني، فيني لويني لمودريتش، مودريتش وكارفايو، يلا يا فيني، شكرا لك يا كارفايو. ماذا يفعل الخصم؟ الكرة مع خوليت، خوليت 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 لوين؟ إلى راميريز، راميريز راميريز، الخصم يضغط علي، لاحظوا هولاند 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 وخوليت راميريز. في الدقيقة 13 بلعنا يا جماعة، الكرة مع مينجي، مينجي مينجي مينجي، ماذا تفعل يا مينجي؟ مستحيل، يلا يلا مررها يا مينجي. الكرة مع كيم، كيم كيم كيم، لا لا والله أخطأت أخطأت أخطأت، لا لا يلا أرجوك يا مينجي أرجوك يا مينجي، شكرا لك يا عالمي. الكرة مع خوليت، خوليت إلى فولار، هذا فولار حمار، هذا فولار بقرة يا جماعة، لاحظوا لاحظوا ماذا يفعل، والله وحده يدمر المدافعين. الكرة مع فولار، ألوان تروح، روح يا كفارة، أرجوك لا تضيع، أرجوك لا تضيعها. وروديغار أحسن مدافع بالنسبة إلي. الكرة مرتدة مع الخصم، قرنشا قرنشا قرنشا، ماذا تفعل يا قرنشا؟ يمررها إلى هولاند، هولاند إلى وين؟ إلى مودريتش، كيف مر مودريتش؟ الكرة مجددا مع فيني، فيني فيني، آخر محاولة، أرجوك لا تسجل، أرجوك لا تسجل، مستحيل مودريتش. ما هذه الارتباء يا عم مينجي؟ والله يعني خلونا ننتقل للمباراة الموالية، وكفو عليك يا أسطورة. من هو الخصم كذلك الذي سوف نواجهه في هذه المقابلة يا جماعة؟ يا رب يا رب أن يكون خصم جيد، ورونالدو حرفيا يا ساتر على تشيفشينكو وكريسبو وأليسون في حراسة المرمى. الكرة مع فيني، أي واحد يعمل هذه الحركة حرفيا راح نبلع عرضيات. الكرة مع فيني، لاحظوا لاحظوا، الحمد لله أنها بالقدم الضعيفة يا جماعة. الكرة مع زامبروطا، إلى خوليت، إلى فولار، فولار إلى خوليت مجددا، هكذا تلعب كرة يا عم. الكرة مع كوبو، كوبو يلا هدفك يا كوبو، سددها سددها، مستحيل، هكذا تسجل الأهداف، روح مجددا عرض يا أسطورة. الكرة مع جيماريا، جيماريا جيماريا وغريمالد، مستحيل أتمر مع هذا الأسطورة. الكرة مع كريسبو مجددا، لاحظوا لاحظوا سرعة جيماريا، جيماريا وغريمالدو، هل هي العارضية يا غريمالدو؟ صعب صعب تمر من أمامه يا عالمي. الكرة مع كارفايو، كارفايو إلى كفارة، كفارة كفارة مر، مستحيل، يلا يلا كفارة يلا، ماذا ماذا يحدث؟ ضربة خطأ، لماذا لم يترك للأدفانتج؟ والله حرام على هذا الحكم، كنت في انفراد مع الحارس وأعدني لضربة خطأ يا شباب. الكرة مع لامبارد، لامبارد والخصم يعيدها، يعيدها إلى بيتشيت، لا لا مستحيل، جيماريا وكارفايو في التغطية في الوقت المناسب. وأخيرا يا شباب، لا لا لم تنتهي المباراة، كنت أعتقد أن الصافرة يا ساتر على ميندي، الحمد لله أنه على الأقل لم تسجل عليه هذه الضربة خطأ، وعلى الأقل انتصرنا في هذه المباراة يا شباب. وننتقل للمباراة الموالية أساطير، خلونا نشوف الخصم الذي سوف نواجه، هذا الخصم أسطوري مع ستيرلينج، مع كريسبو، مع كول يا جماعة، سوف نرى كذلك مستوى يا أساطير، أتمنى فقط ألا نبلع من عندي يا جماعة. الكرة الكرة مع ستيرلينج، ستيرلينج وزامبروطا، مستحيل تمر. الكرة مجددا مع الخصم، ها هو الخصم، الكرة يمررها لكريسبو، كريسبو لوسي 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 لوسي، بسبب هذه المباراة حرفيا وضعته في الاحتياط يا جماعة وأدخلت كيم يا أصدقاء. الكرة مع خوليت، خوليت إلى بيتيت، بيتيت بيتيت مع كوبو، مع كوبو آرتو يا أليسون. الكرة مجددا مع بيتيت، بيتيت خلونا نسجل كرة. الكرة مع كفارة باور شوت، لا لا، والكرة مع خوليت، خوليت تسديدة يلا يا فولار، مستحيل يا أليسون، سددها سددها، مستحيل، هدف هدف تقليص الفارق يا جماعة، خلونا نسجل الانتصار يا شباب. الكرة مع الخصم، ماذا تفعل؟ الكرة مع بيدرو، لا لا قطع فولار، قطع فولار معك، معك وبروح، روح يا فولار، يلا يا فولار، هدف هدف عالمي، هدف عالمي في آخر الدقائق، يعني هدفين في ظرف وجيز جدا يا جماعة. وننتقل للمباراة الموالية أساطير، الخصم اسمه جوني، مع الظهر مع فيني، مع جورزين وأليسون، يا ساتر على تشكيلتي يا أساطير، حرفيا يعني سوف أخسر في هذه المباراة، لكن خلونا نبذل المجهود الخاص بنا. الكرة طويلة إلى فيني، فيني فيني ماذا تفعل؟ فيني معك زمبروطة قديمة قديمة جدا هذه الحركة يا عم. الكرة مجددا مع خوليت، خوليت إلى جورزينيو، جورزينيو يمررها طويلة لفيني، فيني هذا سيدور،
والله كانت الكرة ضعيفة، لماذا لم يمسكها؟ كما قلت لكم في بداية هذا الفيديو، الإمساك عندها ضعيف ضعيف جدا، لذلك كما تلاحظون أغلب الأهداف تكون الكرة الثانية. لاحظوا الكرة مع لامبارد، هيا سددها، مستحيل، كيف أضعتها يا لامبارد؟ والله بسبب هذه الكرة سوف نبلع الثاني والثالث. الكرة مع جورزينيو ولامبارد، جورزينيو إلى وين؟ إلى الظاهرة إلى فيني، حرام والله بسبب تلك الكرة التي ضاعت، يعني كنت متأكد أنني سوف أخسر في هذه المقابلة. الكرة مع الظاهرة وكيم، شكرا لك يا مينجي، كان عايز يعمل لي لوب، لكن مينجي معاي، ولكن ولو أنه بلع الاثنين، لكن نهاية هذه المقابلة بالخسارة يا جماعة. وننتقل للمقابلة الثانية. أساطير هذا الخصم مع يعني تشكيلة، خلونا نقول لاعبين عاديين لكن كلهم تدريب 20 يا شباب، تالي لم تعد تشكيلة عادية، أغلب اللاعبين يلعبون بقدرات خارقة يا أساطير. الكرة مع رافينيا، رافينيا لمودريتش، مودريتش والعرضية والدفاع في التدخل. الكرة مجددا مع بيتيت إلى لامبارد، لامبارد إلى بيتيت، إلى خوليت إلى كفارة، خلونا نهدي كرة بورشوت، ماذا بك يا أليسا؟ ولا تتصدى لي ولا شيء يا عالمي. الكرة مجددا مع هالاند، والدفاع يتصدى، شكرا لك يا دفاع. الكرة مع سيلفا إلى وين؟ إلى فيني، هل ستمر؟ الكرة مع هالاند، يمين جي عالمي، شكرا لك يا أسطورة. الكرة مرتدة، روح يا لامبارد. الكرة مع كفارة، يلا يا كفارة أبدعنا يا عم، يلا مر، مستحيل يا كفارة، حرام تضيعها يا عم. الكرة مجددا مع الخصم، إذا سجلها فبسببك يا كفارة. الكرة مع الخصم، ماذا سيفعل؟ والحمد لله انتصرنا كذلك في هذه المقابلة يا أساطير. وخلونا ننقل للمباراة الموالية. طوري بأوفر 95 مع سون، مع سوغر، مع فاندرسار، يا ساتر هذا فاندرسار لازم يبلع. الكرة مع بيتيت إلى كوبو الأرتو، ضاعت يا جماعة. الكرة مع كفارة مجددا، كفارة ومالجيني. الكرة مع فولار، يا ساتر يا عملاق يا فاندرسار. الكرة مع الخصم على مدى تبحث، مستحيل، هدف عالمي، هدف أسطوري بالبورشوت من خط النص يا شباب. الكرة مع ديماريا وكارفايو، يلا مرتدة لك فارة، هذا فولار، والوانتو، روح يا فولار، خد لك يا فولار، هذا هدفك يا عم، مستحيل. فولار ووالكر مر من الأول، مستحيل، التعادل في آخر دقيقة يا جماعة، شكرا يا فولار، ونهاية المقابلة يا أساطير. ولكن خلونا نضيف مقابلة أخرى يا أساطير، هذه سوف تكون آخر مقابلة يا جماعة. سوف نرى الخصم الذي سوف نواجهه يا أساطير. الخصم بأوفر 94 مع فاندر سار 98، وكذلك فودين. الكرة مع فيني مر، يلا يا فيني، لا تعرض أرجوك، الحمد لله، هذا فاندر سار شيء رعب يا جماعة، لكن يلزم نبلعها بورشوت. الكرة مع كوبو إلى خوليتها، هي المساحة، سددها، بوم، عالمي أنت يا خوليت، كما تلاحظون فاندر سار لا تفكر حتى في التسديد على فاندر سار بورشوت أرتو فقط، من دون هذا لن تستطيع التسجيل عليه. الكرة مع فيني وخوليت، الكرة إلى فودين، سبقها لها زمبروتا يا عالمي. الكرة مجددا مع الخصم، هل يدرك التعادل؟ الكرة مع زمبروتا، عرضي، يا ساتر على أصحاب العرضيات، ونهاية المقابلة كذلك بالتعادل يا جماعة. الآن خلونا نتحدث عن بطاقة مينجي يا أساطير. فيعني ماذا أقول لكم عن هذه البطاقة؟ تقريبا يعني كما سبق وقلت لكم، فبطاقة مينجي بطاقة عادية جدا يا أساطير، لن أقول لكم أنها بطاقة أسطورية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالبورشوت، فسهلة جدا أن تسجل عليه. كذلك فيما يتعلق بإمساكه للكرة، فيعني أي تسديدة عوض أن يمسك الكرة ولو أنها ضعيفة، فإنه يضربها ويعني يهيئها للمهاجم الثاني الذي يجدها يعني أمامه ويسددها، بالتالي فتقريبا هذه نقطة الضعف الخاصة بهذا الحارس. كذلك يعني لا يقوم بتلك التصديات المستحيلة مثل مثلا فاندرسار وكذلك نوير. كذلك فيما يتعلق بالانفرادات، فيعني قليلة هي الانفرادات التي يتصدى لها، لكن في المجمل يعني إذا أردت حارس بأوفر 90 فأنصحك يا صديقي إما أن تأخذ لك يعني البطاقة الخاصة بتشيزني، ولو أن أقل أوفر كذلك يمكنني أن أنصحك بالبطاقة الخاصة بمرضاشفيلي، فهي أفضل بكثير من البطاقة الخاصة بميلجي. كذلك البطاقة الخاصة بكوبيلا الخاصة بحدات التوتي، كذلك البطاقة الخاصة بشتيغن فسوف تكون أفضل من بطاقة مينجي. فيعني هذه البطاقة يعني ماذا أقول لكم، يعني أغلب المباريات تعادلت فيها كما لاحظتم يا شباب أو انهزم، لكن يعني في المجمل لا تحاول حتى التفكير في شراء هذه البطاقة يا أسطورة. ويعني أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم يا جماعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، شكرا لكم على المشاهدة.